نشوفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل تمام حبايبنا الكرام. جات لكم مقطع جديد يا اساطير. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين اليوم بنزل مقطع مش نزل مقطع شو عم بسمع بلاش تخبص شباب. اوكي ركز عليكم ركز عنا اليوم نزل حدث جديد هذا هو اللي بدي اقوله حبايبنا اليوم نزل حدث جديد مثل ما انتم شايفين ركزوا معي الحدث اللي سكين نزل من شوي السكين تبع حادث كرونو مع حبايبي السكين كتير حلو صراحة كتير عجبني السكين يعني الشعرات كتير حلوة حتى نظارات يعني نظارات عند يعني نظارات شي لوز اللوز ونفس الشي حبايبنا بدنا نحاول نشوف حظنا بالحدث اللي نزل جديد هذا ما عملت عليه فيديو وينه هذا هو راح نشوفه كمان حبايبنا نحاول نحصل على السكينات كمان ماشي حبايبنا. طبعا بلاش بكل شيء شباب لا تنسوا تحطوا لنا لايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على الحبيب حبايبنا ونبلش يا اساطير باول سبينات. طبعا حبايبنا مثل ما انتم شايفين اول سبين 9 جواهر ثاني سبين 39 69 120 و الى اخره. طبعا شباب لازم عم يطلبوا منا نختار ثواني شو وقف لازم نختار شيئين اوكي ما يعني ما يلزمونا مثل كل مره لكن حابين نختار هذا اوكي زائد ليكي نعمل كونفيرم ابلع اوكي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سبين يا رب يطلع لنا اي والله تعرف يا شباب اذا طلع لنا اول سبين يعني عن جد راح انبسط يعني يعني لوز يلا بسم الله ابلع يا رب يا رب هذا انت تستطيع 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 شو هذا؟ اوه كلاسين اوكي بعده لف 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 لا الباندا الزلمه شو بدي اعمل بالباندا انا شو بدي اعمل بالباندا يلا 69 ابلع يلا تستطيع لا يلا 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 جولد صراحه شباب بهالاشياء انا بعرف حظي يعني زفت بعرف يعني دائما دائما راح تشوفوا بعيونكم يعني دائما 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 اشتهيت شي مره يعني يجيني من اول لفه ولا من نص ثاني لفه يعني شي اجباري اوصل لاخر شباب اذا حدا يعرف شي سر او شي من كان يكتب بالتعليقات حبايبنا وقلنا السر اوكي يلا بسم الله 400 جوهره يلا ولو اعطينا 400 والله اسمي كافي زفت عندي اياه شباب حان وقت الساعة اللي بسموه شو بسموه اكتبونا بالتعليقات حان وقت الساعة ما اعرف شو طبعا شباب يعني بليز بسم الله سكار شو بدي اعمل بالسكار انا شو بدي اعمل بالسكار انا؟ شو بدي اعمل بالسكار؟ ما عندي يعني خلاص يا زلمه يعني والله يا زلمه اقسم بالله شو زفت يا زلمه يعني حبايبنا اقسم بالله اشتريت مره واحده بس اضرب على شيء يطلع لي مرتين لا دائما 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 تعرفوا يعني اوكي شباب خلينا نرجع لورا ونتحول للحدث الثاني هي بكون حصلنا على سكين بلوز بس بدنا ان شاء الله خلينا نجرب معنا باقي معنا 700 جوهرة شباب نشوف حظنا ان شاء الله يطلع لنا شيء هيك مرتب شيء حلو اوكي اوكي شباب طبعا على اليمين هون نسبة الحظ مثل ما انتم شايفين هون نسبة الحظ معنا 700 خلينا نضرب وحدة هيك نسبة حظ خلينا نضرب وحدة ب 100 لا والله نضرب وحدة هيك نضرب وحدة هيك 200 200 200 200 جوهرة بس شو راح يطلع لنا يلا ابلع ابلع نشوف شو هذا اوبا اوه حزمة محذورة في البيسبول هاي كانت موجودة هاي ما كانت موجودة والله ما بعرف بس خلينا نضرب كمان واحدة 200 نشوف حظنا زفت كمان نشوف حظنا هون 200 واحدة ابلع باقة الهيبستر رجالي والله حصلت على هالباقة اللوز كفو شباب انا الصراحة يعني ما كثير مقتنع بهذا السكنات خلينا نضرب واحدة ب 100 نشوف حظنا يلا ابلع
بلا صندوق غنائم الرئيس للسنة الجديدة. ايوه لوز لوز اللوز. اوكي شباب خلينا نشوف على شو حصلنا وشو ما حصلنا بالدول. ندخل على 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 شو اسمها هذيك ال الخزنة 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 الخزنة. ندخل على الخزنة يا ستير. نجي لهون باندل. اوكي تبع السكن التخفيضات اللي اخذناه من فترة. هذا سكن الفاير باس، هذا السكن، هذا هذا السكن الجولد، هذا السكن والله هذا السكن يعني الصراحه ماشي بشي. هي يعني عن جد شيء حلو. هي اللي فوق، الفوق حلوه. وبالنسبه لسكن البنت طبعا شباب ما بلعب ابدا، يعني قليل كتير 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 العب شخصيات بنات الصراحه، فهمتوا علي كيف. وعلى السكن هذا الاسطوري الجميل يا سلام. لاحظتوا شيء حبايبنا؟ راح افرجيكم شيء ثواني. انا شفت هنا، شايفين معه الاوك عنده فيه الوان وما الوان وشي مرتب، معناته هذا اكيد حبايبنا راح يكون، انا بقولكم يعني عليكم بقولكم يعني راح يكون سلاح جديد عن قريب، سلاح اوك راح ينزل جديد حبايبي، شيء اكيد 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 اكيد. اوكي شباب هيك بكون شفنا السكين سكنات وكل شيء تمام. طبعا شباب لا تنسون انكم تروحون على ال في كتير مودات، انا في الفيديو اللي فات نسيت اقولكم اياه، المودات هذول على اليمين شباب لما تضغطون هون بتضغطون على مكان الكلاسيك ورانكت، في مودات كتير كتير حلوه شباب نسيت اقولكم اياها بالفيديو اللي فات تبع الشرح. اوكي حبايبنا الكرام هيك يعني كان الفيديو خفيف نظيف، ما حبيت اطول عليكم اكثر من هيك يا احلى ناس. شو عجبكم المقطع حبايبنا؟ وان شاء الله استفدتوا بشيء يا اساطير. اعتقد طبعا شباب بالنسبة للحاضنة انا الصراحة هالحاضنة كثير عم بتعب عليكم، غريبة ما ضربت هالحاضنة. خلاص يا زلمة خليني اعرف احكي كلمتين. خلاص خلاص يا اخي، خلاص يا زلمة، خلاص خلاص ابلع حبيبي. في كثير منكم عم بيسالوني على عليك ليش ما ضربت على الحاضنه، مع انك عندك كان بالبث المباشر دائما يقولوا لي عندك، مع انك عندك 110 دقائق. شوفوا معي على اليمين حبيبي الصراحه اكون صريح معكم، انا اعطوني رقم التعليقات. انا الصراحه حبايبنا يعني بما انه الحاضنه حلوه، هي الحاضنه حلوه مو مش حلوه، انا ما عم بقول لكم مش حلوه بس حلوه للبنات بس، ولكن للشباب يعني ما اقتنعت فيها كثير. اوكي ما اقتنعت فيها كثير. ليك حبايبنا اعطونا لكم بالتعليقات بهالحاضنه يا شباب، تحبوا مثلا نفجر الحاضنه وشو، اعطونا رايكم حبايبنا. اوكي هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا ستير. ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسون تحطون اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. وبتطلب من جميع حبايبنا ان تذهبون الى الانستغرام وتعملون التاجات.